الاسماعيلي. معانا تليفون مهم قبل ما نخوض في اللقاء والتشكيله والظروف والاحداث، وخصوصا وليد سليمان وخروجه من المعسكر، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. مساء الخير. مساء الخير كابتن سيد، ويعني انا سعيد اللي انا مع حضرتك ومع ده، انا كمان بقولها، وسعيد اللي انا في استوديو تحليلي مباراه مهمه كلنا منتظرينها ان شاء الله، والنصر للاهلي تبقى افتتاحيه جميله، ووشك الجميل اللي احنا متعودين معاك دايما في الانتظارات. انا طول عمري انت عارف. انا عارف طبعا، عشان كده انا ببقى اول ما نعمل مداخله مع كابتن سيد ما اتاخرش على طول. سيد اولا انا ببارك للقناه الاهلي اللي حضرتك اتضمنت ليها. الله يكرمك. يعني فعلا اخلاصك للنادي الاهلي وحبك للنادي الاهلي والاشتراك النادي الاهلي شاف على ديك، سواء انت لاعب او انت النهارده كنت في الجهاز، وانا من الناس اللي اشتغلت معاك وكنت سعيد جدا بالشغل معاك. انا فعلا يعني ببارك للنادي الاهلي ووصلت قناه النادي الاهلي اللي حضرتك بقيت موجود، يعني واتمنى لك التوفيق طبعا على طول ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب النهارده كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، كان في قرارات؟ اه تمام طبعا، احنا لسه مخلصين الاجتماع. الاجتماع انعقد الساعه 3، دي كانت الجلسه العاشره المستمره. بدانا الاجتماع اللي احنا اعتمدنا وصدقنا على الجلسه العاشره المستمره، الاجتماع الاول صدقنا على الجلسه في مجموعه قراراتها كلها. اخذنا مجموعه قرارات، دايما احنا عودنا عائله النادي الاهلي اللي فيه شقين في مجلس الاداره بنشتغل عليهم. الشق الاول هو شق عائله النادي الاهلي وما بتقدمه الاداره التنفيذيه للخدمات او مجلس الاداره، والشق الثاني هو شق النشاط الرياضي. النهارده يمكن النشاط الرياضي كان ليه النصيب الاكبر، اللي احنا اخذنا موافقات على مشاركه فريق كره اليد بالدرجه الاولى في بطوله افريقيا المقامه ان شاء الله باذن الله في تنزانيا في فريق ساحل العاج 17/10 ان شاء الله، وبالتالي وافقنا لهم برضو المشاركه في بطوله الشارقه في الامارات ان شاء الله الشهر القادم باذن الله، استعدادا للدوري العام واستعدادا لبطوله افريقيا ان شاء الله. ده بالنسبه لكره اليد. اما بالنسبه لكره السله فاحنا برضو وافقنا للمشاركه في تصفيات فريق كره السله هيشارك في تصفيات البطوله الافريقيه للانديه ان شاء الله باذن الله، 33 رجال للمنطقه الخامسه برضو وافقنا للدرجه الاولى اللي هي تشارك بعد تدعيم صفوف الدرجه الاولى لكره السله بلاعب محترف امريكاني. وامبارح احنا برضو دعمنا كره اليد بلاعب من المحترفين اللي جاي من تونس الشقيق، فالحمد لله. ده كان بالنسبه لكره اليد وكره السله. احنا فوضنا برضو الدكتور مهند عضو مجلس الاداره دراسه مع النشاط الرياضي والاتحاد الدولي مشاركه فريق الاول لكره اليد في بطوله العالم للانديه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ده على المستوى النشاط الرياضي. اما على المستوى عائله الاهلي والبرامج البرنامج الانشائي اللي احنا شغالين فيه، وانت عارف النادي الاهلي بيشهد اكبر طفره انشائيه بتحصل في فريق النادي الاهلي من فتره طويله، والفتره اللي جايه ان شاء الله المهندس سامي علي كامل مستشار هندسي شرح لمجلس الاداره النهارده المواعيد والخطه العمل اللي شغالين بيها. وافقنا النهارده على تشكيل او اعتماد هيكل للاداره الهندسيه اللي هي الفتره اللي جايه تواكب مجموعه المشروعات اللي النادي الاهلي بيتحرك فيها، عشان يبدا الاعضاء يحسوا بالطفره اللي بتحصل سواء لخدمات الاعضاء على شكل مستمر. في نفس الوقت برضو على المستوى عائله البرنامج عائله الاهلي الاهتمام بالقدرات الخاصه بتوافق على تعيين مدربين للشيخ زايد يكونوا مؤهلين ومتخصصين لتدريب القدرات الخاصه، وده برضو الاولويات البرنامج عائله الاهلي اللي احنا شغالين فيه، واللي كان حاطه الكابتن خطيب في الانتخابات الجوله الانتخابيه بتاعته او البرنامج الانتخابي بتاعه. وفي نفس الوقت برضو ان شاء الله مستمرين في العمل دايما اللي احنا بنقدم على الدراسه بتتعمل دلوقتي، اللي احنا نقدم التامين الطبي لكافه اعضاء النادي الاهلي على مستوى 3 فروع. دي القرارات المهمه اللي احنا خدناها النهارده، وعشان ما اطولش على حضرتك ان شاء الله باذن الله نتمنى النادي الاهلي يفوز، واتمنى النجاح للسوري. تحيه لحضرتك وتحياتي لكل الموجودين عند حضرتك ان شاء الله. تحياتي ليك وشكرا جزيلا ليك. بس ما تلعبش طار بالرجل كتير. ها انت عارف بالهيت على طول. ارفع بس يا محمد. بالتوفيق، شكرا جزيلا ليك.